بقى لتصريحات المدربين كابتن جمال من الماضي ومدربين طبعا ولاعيبه بقى منتخب تونس والسنغال والمغرب والكونغو يعني طبعا منافسه شديده جدا للوصول لكاس العالم كابتن جمال من الماضي مدرب المنتخب الجزائري بيقول اللعيبه يدركون او اللاعبون يدركون اننا لم نحسم التاهل للمونديال كابتن جمال من الماضي بيشدد على اللعيبه عشان ما يحصلش استهتار في المباراه القادمه الجزائر كسبت الكاميرون في الكاميرون ولكن التاهل لسه ما اتحسمش حتى الان جماهير الجزائر طبعا هتغزو ملعب مصطفى تشاكر في البليده للحصول على تذاكر مباراه الكاميرون المباراه القادمه ما بين الجزائر والكاميرون في البليده دايما المنتخب الجزائري لما بيروح بيبقى بيلعب ماتشات مهمه في تصفيات كاس العالم بيروح البليده تونس بتستعيد الثنائي المصاب بلال العيفه والياس السخيري قبل مواجهه مالي حكيمي لاعب المنتخب المغربي بيطلب او بيطالب جماهير المغرب بدعم المنتخب في مباراه الكونغو الديمقراطيه من يومين كده كنت قلت ان اليوفنتوس كان عايز يشتري محمد صلاح ولكن اليوفنتوس يتراجع عن مفاوضات محمد صلاح ويتجه الى اللاعب البرازيلي جابريل خيسوس لاعب مانشستر سيتي الانجليزي عايزين يجيبوا خيسوس اليوفنتوس اللي هو مهاجم مانشستر سيتي برشلونه بيتوصل الى اتفاق مع ليفاندوفسكي هتبقى صفقة قوية جدا ليفاندوفسكي أحسن مهاجم في العالم حاليا مهاجم بايرن ميونخ برشلونة هيتعاقد معاه في الموسم القادم ودي هتبقى صفقة جامدة جدا جدا لبرشلونة وليفاندوفسكي ما كانت أهداف يعني دي أخبارنا العالمية بعض الأخبار كده العالمية خلينا